انا هقول دوري صح. لان انا ما اقدرش، ما هو حد هيقدر يعدل على الاستاذ عصام، حد هيقدر يعدل على حضرتك، حد هيقدر يعدل على حد، لكن هي في النهايه هي امور يجب ان يتم احترامها بالزبط. مهنيا ما ينفعش نتصنع. عارف وهو ما بيحبش يعملها ممكن ببساطه شديده، وعلى فكره في قلب المهنيه، واسال الشباب انه يقول لك ايه بس على مسؤوليتك ليه؟ عشان يسيبها مولعه، لكن هو بياخد الاقوم والاكثر مصداقيه، يقول لك انا ضمير الغائب. ايوه لانه انا بنتمي لشاشه مهمه واسم موجود فوق عند حضراتكم اسمه النادي الاهلي، لازم نحافظ عليه، شاشه قناه الاهلي، وبالتالي يجب ان انا اكون دايما محافظ على هذا الاسلام ده. احنا بنحافظ على ثوابت كلامنا واحنا بنكتبه، اللي هو واحنا مش في القناه. ده اتعلمته منين؟ انا اسف، ده اتعلمته منين؟ ما انا اتعلمته من جمهور الاهلي بالظبط. اتعلمته منين؟ اتعلمته من مجلس اداره، اتعلمته من كابتن خطيب حاجه في وقت كان من الممكن وهو راكب، وانتوا عارفين قصدي على حاجه معينه يعني طبعًا. كان ممكن يعمل حاجات كتيره جدا، ولكن التزم الصمت التام والزمنا بالصمت التام. والزمنا، خلي بالك، التزم بالصمت التام والزمنا بالصمت التام. المبادئ ما بتتجزاش، المبادئ لانه في الوقت على طول. وخلي بالك بنفسه، صح؟ بقول لحضرتك ما بتحصلش كتير بنفسه. احنا اللي فلان وعلان يا جماعه الموضوع انتهى وخلص، خلينا في الكوره وفي الرياضه وفي البتاع وخلاص. احنا كتير واحنا حتى بنكتب مثلا على السوشيال ميديا بتاعتنا او حاجه، احنا عايز بنرد باسامينا في الاخر، وانت على السوشيال ميديا بتاعتك ده مكانك، بس احنا ساعات بناخد بالنا ان ما نافورش في نقد معين او رد معين او سخريه معينه. ليه؟ لانه في الاخر هو يقول ايمن جلبيب ما ده بتاع قناه الاهلي، ما انا ما اقدرش ان انا لما طالما اسمي ارتبط بقناه النادي الاهلي ما ينفعش ان الناس يعني تشتم القناه مثلا اسم او قناه النادي الاهلي عشان خاطر انا اطلع اتصنع الترند عشان خاطر اتشهر. لا، انا اقول لو عايز ارد على حد ارد عليه بادب، ارد عليه بمعلومه، ارد عليه برقم كده. حتى لو هحفل يبقى التحفيل ليه نسبه معينه ما تتاخدش عليا، ما اشتمش. لكن الواضح دلوقتي الفيديوهات اللي بتطلع على السوشيال ميديا الواحد كده بيتفرج والعناوين بتاعتها، ده بالنسبه يعني من خلال خبرتي القليله في هذا المجال، ده تصنع اكتر منه اللي هو بيبين انتماء. ده بيبقى مطلوب اكتر. ليه؟ ايوه بالظبط كده، لان هو عارف ان هو لو ما تصنعش وما قالش ان النادي الاهلي سرق لقب نادي القرن، ولا ما قالش ان النادي الاهلي اصل كاس العالم للانديه دي مش بطوله، اصل امام عاشور وش وقل، لو ما قالش الكلام ده مش هيشتغل. ليه؟ لان هو ما عندوش رصيد. ولكن عندما يتم النظر لمثل هذه الامور بطريقه اخرى، بمعنى انه انا